واتس اب جايز، كيفكم؟ شلونكم؟ رجعنا لكم درس جديد. طبعا بالبدايه ما تنسى تشترك في القناه، اذا مو مشترك في جديد فما تنسى تشترك في القناه، سبسكرايب لايك سبسكرايب. يلا نبلش. اليوم نحكي سهره جديده اسمها الويب مان ار سي انثنتيكيتد، يعني هي لازم تكون انثنتيكيت، بس حنحكي على تريك هي تساوي انثنتيكيتد تساوي او غير مصادق او غير مسجل دخول الى ار سي، تعرف نعرف خطورة السارة. تمام. اوكي، صغرى ما فيها. اوكي، صغرى هي انه الويب مان، مين ما بيعرف ويب مان؟ الويب مان هو مثل صفحة ويب، بتعتمد، هي معتمدة تعتمد على سيستم كومبليكيشن تول، هي اداة من سيستم، يعني اداة سيستم تول، تستخدم اجل لينوكس سيستم، تستخدم بلينوكس سيستم، فهي أداة للسيستم، يعني أداة للنظام، أداة نظامية للتصليح وكذا، تستخدم للسيرفرات اللينوكس أو لسدى أنظمة اللينوكس سيستم. تمام. صغرى وما فيها شو هي؟ هي أنه الباسورد ريسيت بيج أو باسورد تشينج تسمح للمهاجم يلي هو اثنتيكيتد يعمل arbitrary كوماندز، يعني يعمل اي، ينفذ اي اوامر على لينوكس، اوامر اي دي هو ام اي، اي شيء بده ينفذه على السيستم، على الـ على الذكاء مسجل دخول، بده ينفذ اي اوامر اي دي هو ام اي غيره. هذا الشيء كتير خطير. تمام. تعرفوا ار سي بشرط انه يكون بوست ريكويست وليس جيت ريكويست، لازم يكون بوست ريكويست. تمام. تمام. الويب سيرفر، ويب مين سيرفر بيشتغل على بورت 10000. تمام. فعلى سبيل المثال انت مثلا بتشوف هذا موقع any.com او اي موقع بيكون بورت على 10000 باسورد تشينج دوت سي جي اي، هذا هو. تمام. هذا هو المكان الإصابة، هون بلشت. فرح نفوت على هذا الرابط. تمام. على سبيل المثال خلينا نجرب. طبعا راح استخدم هذا الدورك، طبعا حضركم رأس الفيديو مع الملف تكستي اللي حنستخدم التركي عليه. تمام. وحورجيكم البي او سي. ناخذ هذا الكوبي، نفتح شودن. تمام. زين. نفتح هذا، شايفين انتو؟ طبعا انتو جربوا على الاصدارات القديمة يكون حمايات اضعف، لانه هون بنشوف هون هذا كاتب انه لازم يكون انه اقل من 1920 يكون في باسورد فانكشن انيبل، لازم يكون نيد ريسيت باسورد فانكشن انيبل. تمام. تمام. اذا مش انيبل ما بتكون صغرة، اذا انيبل معناتها صغرة. تمام. هلا معظم المواقع عم بتكون نوت انيبل. تمام. يلا نبلش. اوكي، ناخذ على سبيل المثال حطينا هذا الشيء مين سيرف، تعطيكم رابط اسفل الفيديو، حناخذ هذا الرابط. تمام. ناخذ هذا الاكوادور. اوكي، نفوت على 10000 بورت، ناخذ كوبي هيك، ناخذ كوبي. تمام. ناخذ كوبي هيك وبنفوت هون. طبعا انا مجرب من قبل. اوكي، بنفوت هيك وبعدين بنفوت هكذا انترسبت اون، بعدين انت فورورد فوركس. اوكي، بنعمل هيك، بنعمل اكسيت. تمام. بفوتنا على صفحه ويب مين سيرفر. تمام. بالحاله انا حفوت على الباسورد تشينج. تمام. باسورد داش او تحت شخطة لتحت change the cgi، وبعدين بنحط هذا الحكي وبنعمل انتر. طبعا هون طبعا بفوتني على هالصفحة password warning ومن الحكي هاد انه مثل هالصفحة، شايفين؟ رحنا شو بنساوي بهالحالة، بنعمل intercept on، بعدين بنعمل send to repeater change request method،
بعدين بنحط هذا الملف هذا تاخذوه من النت، او فيكم تستخدموا اللي على الموجود بالبي او سي، وهذا تستخدموا وينه هاد تستخدموا هذا بس يعني عفوا تستخدموا هذا تاخذوه كوبي بيست، شايفين هذا بتاخذوه كله لعند هون، شايفين عند هذا فيريكي تمام، تاخذوا هذا بس تعدلوا هون على الهوست هيدر، وبتعدلوا هون على الريفير هيدر، بتعدلوا على الاي بي وبس، وهون بتعدلوا على الاي بي وبس. او انا بستخدم طريقة النص تبعي. اوكي هلا هون نعمل هيك، بعدين نعمل هيك. اوكي طبعا انا ما صار لي شيء هون تمام. انا حاخذ كوبي، بعدين بعمل هيك بيست تمام. هلا بعدين شو بنساوي بهالحالة؟ ناخذ هذا الاي بي او الصح الاي بي موقع، بعدين هون هيك، بعدين هو هيك تمام، بنغير ونعمل جو ونشوف اذا باسورد شينج مفعل ولا لا. طبعا هون عم بيقول لي انه مش مفعل، عم بيقول لي باسورد شينج از نوت انيبل، لازم يكون انيبل، اذا ما له انيبل معناتها غير مصاب تمام. فبهي الحالة موقع محمي، معظم المواقع اللي حاليا حتلاقيها محمي، بس انا حاعطيكم فكرة يعني بسيطة جدا لتفهموها. فيكم تجربوا كتير يعني، في هون مواقع انا مجرب يعني بس ما زبط معي ولا واحد للأسف. انا كان زابط معي من زمان يعني، انا ب 2019 جربتها كانت تزبط معي، هلا عم جربها بالصدفة ما عم تزبط معي، او هيك يعني كان يطلع لي اكتر يعني كتارجت اكتر. ففينك تجرب كل التارجتات اللي هون وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتمنى تشتركوا بالقناة، اذا مو مشترك بالجديد بتمنى تشتركوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.